قناة النادي الأهلي يعني. ربنا يخليك. يعني كان معايا كابتن ربيع ياسين من شويه، كنا بنتكلم عن مباراه الاهلي وتاون شيب اللي جايه، برضو عايز وجهه نظرك الصحفيه في هذه المباراه. يعني يمكن انا يعني قبل ما نخش في السؤال ده عايز اعلق على المداخله الجميله بتاعت المهندس محمود الشامي الحقيقه، وخصوصا نقطه محدده لفتت نظري، وهو الاستثمار الرياضه والاستثمار في كره القدم او ما نشاهده الان في عمليه بيع وشراء اللاعبين في الساحه الرياضيه المصريه. الحقيقه الباشمهندس يعني قال كلام مهم جدا وحط نقاط مهمه جدا، وبوصفه رئيس لجنه الانديه المحترفه لابد ان يكون ليه تدخل، لابد ان يتحدث، لابد ان يصرخ، ولابد ان تكون هناك قواعد وضوابط في الاستثمار الرياضي لا يترك على لا يترك على عواهنه بهذا الشكل فيدمر الكره المصريه. مطلوب ان تكون الامور واضحه بشكل افضل، تكون اللوائح واضحه بشكل افضل لمن يستثمر، لمن يدخل، لمن تكون الميزانيات واضحه معروفه، يكون هدف الاستثمار ده ايه. يعني انا شايف ان في ربما نشهد حاله من الفوضى في السوق انتقالات اللاعبين في الكره المصريه. مطلوب امور واضحه، امور محدده، مطلوب قواعد، مطلوب دليل واضح، مطلوب مصابيح تهتدي بها الانديه المصريه وتضع طرق، تضع عليها خطاها، تضع عليها اقدامها. لابد ان يكون هذا واضحا كما يحدث في كل دوريات العالم، يكون هناك نوع من الشفافيه، نوع من الوضوح، وليس الامور تسير بهذا الشكل. فان سارت بهذا الشكل هناك تخريب للكره المصريه، سنجني خرابا اكثر مما نحن عليه الان. مطلوب وضوح، مطلوب لوائح، مطلوب نظم حتى تكون الرياضه في مصر بشكل عام نظيفه، وتكون كره القدم بشكل خاص انظف، لان كره القدم هي الاكثر اهتماما من الجماهير المصريه، الكره الشعبيه الاولى، الكره او اللعبه التي تتحكم في مزاج الشعب المصري، التي تسعده والتي تفرحه والتي تتنكر عليه في نفس الوقت. كل ده لابد ان يكون له ضوابط، على اتحاد الكره ان يتحرك طبقا للقوانين اللي موجوده، طبقا لقانون الرياضه الجديد اللي هو مكسب من مكاسب الرياضه المصريه، يحط ضوابط واضحه وضوابط محدده في هذا المجال حمايه للكره المصريه بشكل خاص والرياضه المصريه بشكل عام، ولا تتحول الى مجال لاستثمارات غير واضحه وغير معلومه. اكيد ده كان غير كلام طبعا كتير قالوا، واعتقد ان النقطه المهم اللي الكل بيتحدث فيها الان، والاتحاد الكبير عامل فيها ورشه عمل جديده قادمه، عوده الجماهير، وده ملف مهم جدا، ملف كلنا لابد ان يعني ندفع في اتجاهه، ملف لابد ان نتحدث فيه، ملف لابد ان نطالب به، ولا سيما انه مجلس اداره النادي الاهلي تحديدا يعني يتبنى هذا الملف بشكل واضح من خلال لجنه الجماهير الموجوده لديه ونظم تحديث المباريات، او من خلال الزياره التي قام بها الكابتن محمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي للدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه الجديد، وتحدث الكابتن الخطيب ومجلسه مع معالي الوزير في هذا الشان بضروره عوده الجماهير، لانه لا كره قدم بدون جمهور، ولن نشاهد كره قدم قويه وفيها منافسات قويه بدون جمهور. يعني الجمهور مهم جدا، مهم جدا، وعنصر في غايه الاهميه اذا ما وضعت له ضوابطه، ولا سمع المهندس محمود الشامي طالب بتفعيل لائحه الشغب الموجوده في القانون الجديد حتى يكون هناك التزامات، ويكون هناك ضوابط، ويكون هناك دور فعل للجمهور في الاخذ بيد الكره المصريه. لو يعني بصيت العالم كله دلوقتي، شفنا في كاس العالم الناس قاعده جنب بعضيها ومفيش حد يقدر يخرج عن بالظبط اللوائح الموجوده، محدش يقدر يخرج عن النظم، مفيش حد كسر المقعد، مفيش حد رمى ازاز، مفيش حد عمل شمروخ، مفيش حد يعني خرج عن النص على الاطلاق، كله بيستمتع. دعونا نستمتع بكره القدم، نريد عوده جمهورنا باي شكل من الاشكال بكل الضوابط التي تريدونها، بكل القواعد الموجوده في كل انحاء العالم. يعني فدول نقطتين من اهم النقاط يعني حبيت اعرج عليهما حتى تتضح الامور بشكل كبير. يعني انا بشكرك على التوضيح ده يا استاذ محمد بصراحه، يعني توضيح مهم، واكيد المسؤولين عارفين كل حاجه، يعني اعتقد المسؤولين عارفين كل حاجه وحاطين ايديهم على كل النقاط اللي حضرتك اتكلمت فيها من غير ما يعني من غير ما نخوض في تفاصيل. يعني لا لا طبعا، و و و و و و و يعني لابد ان نتحرك وتكون تحركاتنا ايجابيه وواضحه وهدفها خدمه الصالح العام للكره في مصر. أكيد يعني أكيد احنا مش هنقعد كل هذه السنوات طبعا، يعني احنا يعني جرحنا جرحا كبيرا وعظيما، وتعرضنا لمصاب كبير جدا في جماهير النادي الاهلي 72 مشجع راحوا ضحيه الغياب الانضباط وغياب النظم وغياب اللوائح وغياب القوانين وغياب العقوبات. اعتقد ان القانون الرياضي الجديد حمل داخله الكثير من العقوبات التي تحد، ويمكن كان بادره طيبه من كل الجماهير، الروابط الالتراس والناس كل رابط حلت وسلمت الرايه،
بشكل من اجل مصلحه هذا البلد، فعلينا ان نستثمر هذا ونستغله وندخل بقوه وعمق في محاربه ظاهره غياب الجماهير عن المدرجات. يعني لابد ان كل الجهات تتكاتف وتقدم حلول واضحه وحلول فيها ابداع وحلول فيها افكار لكي يحضر هذا الجمهور وهو امن على حياته يعني. وان شاء الله هذه الخطوه مصر تنجزها بدرجه كبيره جدا كما انجزتها انجلترا من قبل. نحن لسنا اول دوله في العالم تتعرض لمحنه الجماهير، سبق وان انجلترا كان فيها ابشع جمهور في العالم ونجحت. رئيسة وزراء انجلترا مارجريت تاتشر حتى لما سالوها بعد ما خلصت ايه اعظم انجاز اللي انت عملتيه في حياتك؟ قالت حرب فوكلاند ولا قالت الاقتصاد والنمو الاقتصادي ولا السياسي؟ قالت الانضباط الجماهيري في المدرجات وعوده الجماهير للمدرجات والتخلص من المشاغبين والمقاتلين وايقاف حمامات الدم اللي كانت في المدرجات. لانه بدي صوره، بدي صوره وبدي انعكاس على الشارع المصري كله يا استاذ محمد. بالضبط يعني. فان شاء الله يعني باذن الله نتمكن من الوصول الى حل جذري لهذه المشكله وتعود مصر قويه، لا سيما ان الرياضه من القوى الناعمه اللي الدول بتستغلها وتستثمرها بشكل كبير جدا. كلام محترم. يعني شايفين يعني البرازيل ما يعني البرازيل هي دوله محترمه ولها اقتصاد محترم ولها سياسه محترمه ومن الدول الناهضه الناميه المتطوره بشكل كبير جدا يعني، لكن احنا من اين نعرف البرازيل؟ اين قوه البرازيل؟ قدرة في كره القدم. الارجنتين بتشوف حاجات عظيمه جدا، قد ايه لاعبي كره القدم الكبار الاعظم في العالم مؤثرين، قد ايه شايفين نجمنا محمد صلاح ليه قدر وليه تاثير وكل التحرك ليه مرصود موجود. فدي قوه بتحسب للدول، لابد ان نستثمر ده ونستغل ده ونصلح من حال كره القدم في مصر ان شاء الله. اكيد يا استاذ محمد، يعني كلام مهم جدا وكلام محترم من حضرتك جدا وتفصيل ولا اروع من كده. انا عايز بس في دقيقه يعني حضرتك تقول لي رايك في مباراه الاهلي وتاون شيب القادمه ان شاء الله. يعني هذه المباراه لا تحتمل القسم على اثنين، مباراه يوم 17 يوليو، مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، مباراه فاصله، مباراه مفصليه. الاهلي هيلعب معهم يوم 17 ويوم 28 العوده معهم مباشره، اذا نحن امامنا 6 نقاط. الاهلي لم يحصل الا على نقطه واحده من اول ماتشين، مطلوب بهذه النقاط السته من تاون شيب، والبدايه ان شاء الله ستكون من هنا من مصر باذن الله. فمباراه مهمه جدا للنادي الاهلي كي يكمل المشوار وكي يستمر مسيرته. وشفنا معسكر النادي الاهلي كله كان من اجل هذه المباراه، سواء المعسكر الذي بدا في برج العرب ثم انتقل الى المنطقه الهادئه بين كرواتيا وسلفانيا ولعب الاهلي خلاله ماتشين كان اخرهم مع الفريق الروسي اللي الاهلي فاز بيه ب5 اهداف. اعتقد ان ميسو كارتيرون وضع يديه بقوه على نقاط القوه ونقاط الضعف داخل النادي الاهلي، وضع يديه على التشكيله اللي ممكن يلعب بيها. ولسه في ماتش ودي يوم 12 هيلعبوا النادي الاهلي، شيء مهم جدا الاهلي يفوز بالمباراه، واحنا واثقين في قدرات لاعبي الاهلي اللي استعدوا بشكل جيد وهم يعرفون مسؤولياتهم ويعرفون رغبه جمهورهم في هذه المباراه. لو ربنا ان شاء الله يكرم الاهلي ويفوز بهذه النقاط السته، جاي لنا الفريق الاخر فان شاء الله ادي 3 نقاط، وبعد كده يبقى ماتش الترجي خارج القاهره هو الماتش الحاسم على قمه المجموعه. انا عندي ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي وقدره النادي الاهلي على تجاوز هذه المرحله الصعبه باذن الله خلال بلد.